الاوضه 19، ارخص اوضه بسرين عندنا، جنيه واحد في الليله. ومن غير سرير خالص بكام؟ تيجي ازاي دي؟ اصل عشان ظهري تعبان في البتاع ده، فممنوع عليا السرير، بنام واقف. انت عارف حضرتك الخيل بتنام ازاي؟ بيجيبوا الخيل ده مؤاخذه يا عم يلا يا عم. طب هو بينام واقف زي الحصان، انا بنام معوج زي الحمار، كتير جنيه. ده حرامية يابا. هي واسعة بس ضيقة شوية. أو السقف نازل. وفيها سفور. شفت في أوضة النوم واحد. والشقة اللي شفناها دي إيجارها كام في الشهر؟ 100 جنيه عشان خاطركم. ما تهزقها شوية. إحنا هندفعه 7 جنيه. ويا حسان انا العصايه. تعالى يا سيدي تعالى. العالم انصعرت يا جدع. ايوه انت خلاص بقيت اسكندراني. طب حنباته فين يا ابو احمد؟ على رصيف نمره 5 يا معلمي. ها السرايا دي خليك انت اصلك نحس يا راجل، ده تلاقي الاوضه فيها بمليون جنيه. ما تخافش هنزلها النص. بكام؟ خدناها لقطة 3 جنيه في الشهر. ايوه تعال. ده عم علوان اجدع راجل في اسكندرية. الله يعمر بيتك يا عم علوان. تعال تعال. دي عليها جنينة. بص انا هشيل الورد اللي في الحوض القبلي ده وازرع بدله قصب. ايوه ده احنا هنمص مص. بص هنا ايه؟ مطرح الحوض هنزرع فول واللي جنبيه نزرعوا سلطه. الله يامر بيتك يا عم علوان. مين اللي هيأجر؟ ما احنا قدامك اهو، ما كانش يتعز. انا فاكرك بتأجر اوضه لاختك قريبتك. الفيلا دي للبنات بس. الله يخرب بيتك يا عم علوان. عم علوان ده اندر راجل في اسكندريه. ما انا عارف. شيلنا شيل شيله. قال للبنات بس. ايه حاجه يا اخي. يا سلام يا هاد لو كنا بنات. كان كل الرجاله اللي في الدنيا قلبوا ستات عشان ما يتجوزوناش. الله. اتفضل. من فضلك الاوضه بكام في الشهر؟ 3 جنيه. طب في اوضه فاضيه؟ والله مش عارف، نشوف. انتوا حظكم يا رب. الشمس وبتجيب المرض. اتفضلوا. عجبان والاجره هي. مساكين السكينه سرقاهم مش عارفين ايه اللي هيجرى لهم. انت بتقول ايه؟ هو
ولا حاجة. الحمد لله اني ما لقيتش مكان في بيت الطالبات، وانا بشكر اني ما لقيتش في المدينة الجامعية. كيف السرير حلو ازاي يا خلاص؟ تتجنن. طب يا ترى في أوضة علشاني؟ استنى ما نشوف الكشف. مفيش مانع. الحمد لله، أشكرك يا رب. في الشغل. ايه ترى ايه؟ ما كنت بتقول دلوقتي؟ مع السلامة، الله يسهل لك. ده منظر تدخله في الفيلا بتاعتي. الله، ده خلقة ربنا. ما تعرفنيش. ده هيذلنا علشان المائية ولا ايه؟ متبطن بتقول ايه؟ ولا حاجة بيه، بقول انا راجل صاحب عيال يعني ملوش لزوم. يبقى لازم تصحصح معايا. انت عارف احنا دلوقتي في موسم البنات. البنات الغلابة اللي بيجوا من بلاد التانية علشان يخشوا جامعة اسكندرية. مظبوط مظبوط. مساكين ما لهمش حد في البلد دي، واجب علينا نحافظ عليهم من رزالة الشبان المستهترين. ربنا يكون في عونك. تفتكر بقى ان انا اسيب شركتي واجري وراهم في الشارع عشان احميهم واحده واحده؟ لا لا، ما عندكش وقت طبعا. شفت؟ خد. انا بقى السنه دي حولت فيلتي الى بيت ليهم علشان اجمعهم عندي هنا وابعدهم عن المخاطر. حنين بشكل، وكمان بقيت تشرب فراوله. كل الوجه لله، هو في حد بياخد من الدنيا دي غير عمله الطيب؟ طب ليه رفضت البت قريبه برج القاهره دي؟ عشان وحشه. نعم، قصدي اللي تبقى وحشه كده لازم اخلاقها تبقى وحشه. انا خايف على البنات منها. انت عارف هنا اهم حاجه عندنا الفضيله. الفضيله، بركاتك بركاتك. تعالى دلوقتي نراجع على اوض الزغاليل. الزغاليل؟ قصدي التلميذات النجيبات اللي سجنوا هنا لغايه دلوقتي. تعال. اتفضل. اربط الحمار مسرح ما يقول لك صاحبه. ما تبطنش. حاضر. ما تنساش تبقى تعالى اليافطه دي. من هنا وطالع فيلا عاشق قمر هيبقى اسمها دار النجاح. يا مهون. يا اهلا وسهلا. بكام الاوضه في الشهر؟ 5 جنيه بس. يعني ب16 قرش ونص في اليوم. فصلها ولا فصلها؟ شوفي بقى يا حاجه، احنا مش هندفع اكتر من 16 بس. يا سلام، يعني جيتوا في جمل بسيطه قوي. مش تشوفوا الاوضه الاول؟ اتفضلوا اتفضلوا.